اللہ سبحان اللہ. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی, سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی, سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اور نوک نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی قبر رکھتے ہیں. ہو محبت جنہیں زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں, اور بخلے دریا سے ہمیں کیا مطلب, ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں. آئیے بلا کسی تاخیر میں گزارش کرتا ہوں دعائے عاشورہ جناب محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب پڑھائیں گے. آپ تمام حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ ادب سے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 11 مرتبہ استغفار پڑھا جائے گا. آپ بھی میری آواز ملا کر پڑھنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء, يا فارج كرب ذنوني يوم عاشوراء, يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء, يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء, يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء, يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء, يا مجيب
دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين واغزي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك وتوفنا في طاعتك ومحبتك ورزاك وأحيينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بإز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين اللهم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. ایک بار میں جب پڑھوں گا تو آپ سنیے، سننے کے بعد پڑھنا، جملوں کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم، کوئی بڑے جملے نہیں ہیں، پہلے سنیے پھر پڑھیے. آخری مرتبہ یہ ساتویں مرتبہ ہے، سات مرتبہ پڑھنے کا ہے. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى حلال الوين آج کے روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تمام اہل بیت کے وسیلے سے اور تمام صحابہ کے وسیلے سے اولیاء کرام کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اپنے اٹھائے ہوئے ہیں مولا ہم پر رحم فرما مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما الہ العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت کی مودت کو پیوست کر دے الہ العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی عطا فرما الہ العالمین آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے الہ العالمین آج کے روز جو بھی کربلا میں کرب و بلا امام حسین اور اہل بیت پر نازل ہوئی ہے مولا اس کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما الہ العالمین جو کچھ ہم کو مانگنا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہے وہ بھی عطا فرما اور جو ہم تیرے پاس عرض نہیں کر سکتے مولا وہ بھی عطا فرما الہ العالمین رحم فرما کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے مولا رحم فرما کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین